بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء أنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد، طبعا نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة الخلاف الفقهي بين المسلمين، خلاف الإسلامي الفقهي، وذكرنا بمختصر الكلام أن الخلاف الفقهي بدأ في حياة الصحابة، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كل منهم رأى يتكلم أو يفتي أو يعمل أو يقر شيئا، اختلف عن صحابي آخر رأى نفس الحادثة تقريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذه الفتاوى يريد إلا التوسعة على المسلمين، فكان يفتي في كل حادثة بحالة تناسبها. فلذلك شيء طبيعي إنه الصحابي لما يرى النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا أو قال قولا لا يمكن أن يخالفه أبدا ما حي يعني، ويمكن أن يعني يقاتل الناس عليه من شدة يقينه وحبه أن هذا الكلام صحيح. ولكن هو لو كان هناك برنامج عقلي كان موجود عن بعض الصحابة مثل ابن عباس الذي كان يفتي للشاب ببطلان صومه إذا قبل زوجته، ويجيز للمتقدم في السن فيقول أن الشهوة معدومة، يعني ينظر إلى العلل، علل التحريم، وإذا رفعت العلة رفع الحكم. ليس كل الصحابة على هذا المستوى الفقهي، لذلك انتشر الصحابة في البلدان ونشروا ما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعوا، والتابعون من بعدهم أيضا تمسكوا بهذا التمسك، إلى حين صار هناك عندنا الجيل التابع الصغير، يعني صار عندنا مدارس فقهية متعددة، يعني أكثرها انتظاما هي الحنفية والشافعية والمالكية. فهنا بدأت تتبلور يعني الفتاوى الفقهية، ولكن الإشكال كان بعد هؤلاء الأئمة أيضا تلامذتهم تعصبوا لقولهم أكثر، والجيل الذي بعده تعصب أكثر، والجيل الذي بعده تعصب أكثر، يعني حتى وصلت إلى مرحلة الطلاق بين المذاهب، وصار في المساجد عدة محاريب، الشافعي لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف المالكي، وهكذا مع الأسف يعني، وكل منهم يعد صلاة الآخر باطلة. يعني هذه مصيبة كبرى حلت بالأمة، ففهموا التنوع الفقهي للتيسير على المسلمين، لمراعاة أحوال المسلمين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهموها أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا الكلام غير صحيح كما نبهنا عليه في عدة محاضرات. طيب الآن بعد طبعا أيضا في القرون الوسطى الإسلامية، إذا جاز نقول ذلك، يعني بالقرن السابع الثامن الهجري، بدأت تظهر مذاهب عامة، يعني يقولون نحن لا نتقيد بالشافعي ولا بالحنفي ولا بمالك، ويأتون بأقوالهم ويأتوهم بأقوال أخرى، ويبقى الفقه مفتوح. ثم في يعني هذا، لكن مع الأسف الفقه المذهبي حاربهم محاربة شديدة وأخرجهم عن دينهم مع الأسف. يعني في عصرنا أيضا صار هناك الفقه المقارن، لكن مع الأسف غير منصف، يعني يأتي فقيه هو حنفي ثم ودرس عند الحنفية وتشبع منهم، فيأتي بالفقه المقارن ولو كان من كبار العلماء، يعني هذا أمر يعني مسألة أخرى. فيرجح دائما قول الحنفية، والشافعي يرجح دائما قول الشافعية، وهكذا. يعني ما عندهم أفق بعيد، ولا يرون الفقه الإسلامي السراء للأمة، وإنما يرونه حق لا يتعدد، ونقاشات علمية، ويبذل جهده لإسكات خصمه، لإقامة الحجة على خصمه، ويعده خصما مع الأسف. يعني أيضا بالطرف الثاني المذهب الجعفري انتشر عن طريق أسانيد لأهل البيت، وكان فقه أيضا يعني موازيا للفقه الذي كان عليه باقي المسلمين، وهكذا. يعني أيضا الفقه الجعفري أيضا هناك فروع وهناك اجتهادات وهناك مدارس أخرى. الآن يعني اليوم ماذا نفعل؟ أنا هذا الذي أريد أن يعني أتكلم به اليوم، الحل يعني حتى يعني نتخلص من هذا الانقسام.
فلأنه إلى الآن مع الأسف لا تجد في المجتمع العام بعامة المسلمين، لا تجد هذا الخلاف، لأنهم يعني غير مهتمين لا بشافعي ولا بحنفي، ولا يعني إذا اهتم قليلا بدينه سأل أقرب شيخ له، هذا يجوز لا يجوز، وإذا لم تعجبه الفتوى يفعل ما يشاء، هذا حال اليوم يعني. لكن الإشكالية هي في طلاب العلم، يعني دائما الإشكالية في المشايخ وطلاب العلم. طالب المشايخ الذين عندهم حلقات تربية وتعليم يعلمون، مثلا أنا شيخ درست المذهب الحنفي عند شيوخ الحنفية مثلا في الشام، هذا درس مثلا عند شيوخ الحنفية في العراق، ويؤسس حلقة فقهية في المسجد أو في بيته أو في، ويبدأ يعلم الناس الفقه الحنفي فقط المذهبي. إذا كان يعني فيه شيء من التقوى، لكن طبعا أكيد ليس فيه شيء من الفهم، إذا فيه شيء من التقوى يخاف لا يتعرض ولا يذكر الأقوال الأخرى، يذكر مذهب الحنفي وانتهى الموضوع، وكأنه هذا هو الإسلام كله وانتهى الموضوع. إذا كان ليس عنده تقوى، عنده يعني هوى أكثر، تجده يطعن بالمذاهب الأخرى وبالأقوال الأخرى ويذكرهم كما يحلو له ولا يذكر أدلتهم. هذا موجود حنفي شافعي مالكي حنبلي كل المذاهب مع الأسف يعني. فنحن الآن في إشكالية، نحن الفقهاء المذهبيون الذين يسمونهم يعني متحررون، أنه يعترفون بالمذاهب الأخرى ولكن يجب أن يكون إنسان مذهبيا، هذا يعدونه معتدلا مع الأسف يعني. فهؤلاء الفقهاء الآن مع الأسف يعني يحاربون أي فقه خارج نطاق المذاهب الأربعة، ويعدونه زندقة بكل ما في معنى الكلمة زندقة، وهذه إشكالية أيضا، الإشكالية عند العلماء. الحل أنت كعالم إذا أردت وحدة الأمة، وإذا أردت التوسع على الأمة، وإذا أردت أن تعتقد أن الثراء الفقهي لإحياء الأمة وليس لخنق الأمة، عليك أن تعلم المذاهب جميعا والأقوال الأخرى. ما عندك قدر على هذه القوة من التعليم لا تعلم مذهب واحد، يجب أن يتوقف التعليم المذهبي لمذهب واحد، بل نعلم المذاهب جميعا. قول أبو حنيفة له رأي، الشافعي له رأي، مالك له رأي، على طريقة فقه المقارن، ويكون عند مفروض أنه يكون الفقيه عنده فقه، أنه يقول هذه مثلا الفتوى تناسب كذا، هذه الفتوى تناسب كذا، هذا المذهب يناسب كذا، القول لسفيان بن عيينة يناسب كذا، قول الليث يناسب كذا، قول طيب. ونحن نقول اليوم بعد ظهور العلوم وظهور أمور كثيرة، وهناك كثير من الأمور الفقهية متعلقة بالعلم، وأنا ذكرت أمثلة كثيرة في كتابي نظرية فقهية تجديدية في الفقه المعاصر، الاجتهاد المعاصر، ذكرت أمثلة كثيرة أن هناك مسائل علمية تدخل، مثلا رؤية الهلال، كانوا يقولون رؤية الهلال واختلاف المطالع هذه الآن صار عندنا فلك وانتهى الموضوع، أغلقنا الباب، مفروض أن يغلق الباب، يثبت الرمضان فلكيا انتهى الموضوع. لماذا؟ أن العلم يقول هي أصلا كل الأحاديث وكل الروايات لأجل ضبط الشهر، وضبط الشهر يضبط بالفلك ولا يضبط بغيره، طيب انتهى الموضوع. مسألة الجنين ونفخ الروح بالجنين وحياة القلب ومتى يجوز الإسقاط وما لا يجوز الإسقاط، الآن العلم قطع في المسألة. مسألة الولد للفراش الآن الدي إن إيه أنهيت المشكلة. إذن هناك مسائل علمية كثيرة جدا، الإسلام يعني أحكام فقهية مرتبطة بمسائل علمية، كانوا في البداية يعني لا يعرفون فاجتهدوا جزاهم الله خيرا، الآن لا نوافقهم لا الأربعة ولا الخمسة ولا السبعة ولا العشر مذاهب ولا أحد، عندنا علم وانتهى الموضوع. إذن يعني هكذا يجب أن يكون الفقيه، ولكن أين هذا الفقيه مع الأسف؟ فإذن يجب أن يعلم الناس أن الفقه مفتوح، وهذا لا أحد يعلمه. تعلمون أنهم دائما الفقهاء يقولون لا يوجد اجتهاد بعد المذاهب الأربعة، ما لا يوجد، خلص أغلق باب الاجتهاد وانتهى، فعليا يقولون مفتوح، لكن يقولون لا يوجد أحد أهل، يعني لف ودوران، ويغلقون الباب، وأنت يجب أن تتعلم الفقه كما هو. وإلى الآن أنا أدرس في إحدى الجامعات هنا،
أدرس فقه، يعني كتب فقه، مع أنها مطبوعة حديثا ومعلق عليها تعليقات حديثة وكذا. إلى الآن يذكرون الحجر بالاستنجاء، يذكرون العبيد والإماء، يذكرون كل المسائل التي يذكرون، يعني حتى في موضوع مثلا الزكاة بالأوزان القديمة يذكرون. أمر غريب 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 جدا، يعني حتى الألفاظ لا يجرؤون على تجديدها. هذا ليس فقيها، هذا آلي كاتبي فقط، آلي كاتبي هذا ينسخ فقط، هذا ليس فقيها. إذن يجب أن نعلم كل المذاهب وكل الأقوال ونضيف عليها ونقول للناس هذا هو الفقه، أنت اختر ما يناسبك، هذا ليس تميعا للدين، هذا هو الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. مع الأسف يعني هذا هو الحل، ولا أراه قابلا للتنفيذ إلا إذا وفق الله من يريد أن يخرج من هذه القوقعة التي فرضها علينا الفقهاء في كل زمان. يعني اليوم الطالب العلم كان يقول شيخنا رحمه الله، كان يقول طالب العلم مظلوم، هكذا علموه، ما عتيق يعني تعلم بهذه الطريقة الإنغلاقية، فصعب أنه يخرج منها مع الأسف يعني، وتعلم أنه الخروج منها كفر وزندقة فيخاف. فمع الأسف هذا الواقع، يعني هذا الواقع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.